إن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية من شأنها تعزيز طموحنا في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من هذه الولاية، كما تؤكد نجاح الخيارات التي باشرناها من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشريع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا. وبلغة الأرقام، فقد عرف الربع الأول من سنة 2024 انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد من 63 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34 ألف منصب شغل جديد في القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي على مستوى خلق فرص الشغل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.